تحديات بسيطة، ظهور عفوي، لباس العمل من موقع العمل، 3 مليون مشاهدة على الفيديو 3 أيام. طب يا صديقي استمر. محمد وصل رسالة لكل العالم انك بس تكون على طبيعتك، بس تتواضح وتطلع للناس بمظهرك الحقيقي، بتوصل لقلوب كل الناس بكل انحاء العالم. شوف ما احلى المقطع هذا، مقطع بسيط جدا 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 ومرة حلو والله. عيشوا بشخصياتكم بدل التصنعات. شوف الشخص ذا. رسالتي لكل واحد عم يجي ليش حسدته لهذا الانسان، اسمع هالكلمتين من واحد سوري وحطه الحلقة بدانا، اقسم بالله انه هذا الانسان دمه عسل يا اخي، بينحب بيدخل على القلب. يا جماعة هالانسان هذا صور هالفيديو بكل عفوية، جاب اكثر من 3 مليون مشاهدة وطلع ترند. انا صار لي كذا شهر ما طلعت قد ربعه، بدي ادخل حالي بالتراب احسن شيء. ايه وقرنو تسمع ليش كله ذي ما صرت حد لو كتلاع هكا قلبه بيه ولا يقلب بيه يا هذا الزلم اكتشف انه ما في حدا بيستاهل الزعم، عطول عم يبتسم.